تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. ومشهد اليوم لن ينفتح إلا على الداخل المصري الذي شهد صباح اليوم حادثا إرهابيا غاشما راح ضحيته حتى الآن حسب آخر تقارير وزارة الصحة 28 شهيدا و24 من المصابين من الأقباط من المسيحيين المصريين الذين كانوا في باصين متجهين لإحدى الرحلات، وهجمت عليهم إحدى المجموعات الإرهابية وفعلت ما فعلت، هذا الفعل الغاشم الذي حظي بإدانة العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية والدول التي تراقب عن كثب الموقف في مصر. دعونا نشهد ردود الأفعال في الداخل المصري حول هذا الحادث. المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن رئيس الوزراء اتصل هاتفيا بالبابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعزاه في هذا الحادث. جامعت الدول العربية أدانت الحادث وطالبت بالتنسيق الدولي والإقليمي في التصدي للإرهاب. الهيئة الوطنية للإعلام التي ننتمي نحن إليها أدانت هذا الحادث وقالت إنه لن ينال من وحدة الشعب المصري. مجلس النواب أدان الحادث. رئيس الطائفة الإنجليزية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أيضا أدانت هذا الحادث. وزير الصحة قال في آخر التصريحات له إن كما قلنا 28 شهيدا و24 مصابا هم الناتج يعني من راحوا ضحية هذا الحادث. وقال أيضا إن هناك 13 مصابا خرجوا بالفعل من المستشفيات. رئيس السيسي اتصل هاتفيا برئيس الوزراء، وستعقد أيضا سيعقد اجتماع مع رئيس السيسي مع مجلس الأمن الوطني المصغر. يعني وزير الخارجية الأردني أدان الحادث. شيخ الأزهر. جميع المؤسسات الدولية ما زالت توالي نعي هؤلاء الشهداء وهؤلاء المصابين الذين راحوا ضحية عمل إرهابي خسيس فيما يبدو أنه قامت به جماعة إحدى الجماعات الإرهابية، كما رأينا منذ تقريبا يومين السفارة الأمريكية حذرت مواطنيها في مصر في بيان لها من أن هناك عملا ما إرهابي، ولكنها حددت تحديدا جماعة حسم، جماعة تسمى حسم، إنها هددت بفعل إرهابي. حتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الحادث، ولكن بالطبع الأجهزة الأمنية ما زالت توالي تحقيقاتها للوصول إلى منفذي هذا الحادث. كان من المقرر أن تكون هذه الحلقة لتدارس ما أطلقته قطر من تصريحات مؤخرا أثارت بلبلة على المستوى العالمي، ولكنها وبرغم من أنها تم نفيها وتم القول إن وكالة الأنباء القطرية قد انتهكت من قبل هاكرز على شبكة الإنترنت، ولكن هذه التصريحات لقيت ما لقيت من ردود أفعال على المستوى الخليجي وعلى المستوى المصري أيضا. كما رأينا في اجتماع الرياض حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدول الداعمة للإرهاب، ولو أنه لم يحددها، ولكن من المؤكد أن قطاعا عريضا من الدول العربية تعرف الدول الإقليمية التي تدعم هذا الإرهاب وتموله وتنفق عليه وتسلحه أيضا. كان من المقرر أن تكون هذه الحلقة حول هذا الموضوع، والذي نرى أنه غير منفصل عما حدث اليوم
في مصر وما يعتمل في العديد من الدول العربية من عمليات إرهابية تستهدف إسقاط مقدرات الدول. رأينا في ليبيا، رأينا في سوريا، رأينا في العراق، رأينا في اليمن. طيب عموما معنا للتحليل والمتابعة حول هذا الموضوع بعمومه وبخصوصه في مصر سيادة السفير نبيل محمد بدر، مساعد ومستشار وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك. أهلا بك. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا إذا كنت يعني كنت تريد أن تقول كلمة قبل أن نستعرض التقرير معا. يعني أنا في الواقع أفضل أن ننهج منهجا علميا. أولا على المستوى الشخصي، يعني معلش في حلقة هامة، إنما مدى حزني وأسفي يعني صعب جدا كبيرة منذ أن استمعت مثل كل المواطنين. إنما أعود إلى الموضوع، في مثل هذا الموضوع وفي مثل أنا ميال إلى منهاج سليم. هذا المنهاج ينحو ناحيتين. نعم. الأولى الداخل بأبعاده، الأمر الثاني الخارج بأبعاده أيضا. نعم. حتى لا تختلط الأوراق هنا وهناك، لأنه في مناقشة هذا الموضوع ولست جديدا عليه وأنت بالتأكيد تابعتها كثيرا، بتجد في كثير من الأحيان الأوراق بتدخل أو بتختلط. نعم. إنما نحن بحاجة إلى وضوح أكثر. نعم. فإذا تحدثت عن الداخل، أنا أعلم طبعا مدى الاستنكار الشعبي. نعم. مدى الشعور العام، مدى الاستنكار على مستوى المؤسسات الدينية والمؤسسات البرلمانية على مستوى رئاسة الدولة، ليس هناك شك في هذا الأمر. نعم. إنما أنا أريد أن أعود إلى ربما ما هو أعمق من ذلك. حتى في قضية الخطاب الديني، خطية الخطاب الديني ينبغي أن تتصدى أيضا بالعمق الكافي لنشر الثقافة الدينية المناسبة. الثقافة الدينية المناسبة متنوعة ومتعددة، وهناك كثيرون يستطيعون أن يتحدثوا في هذا الأمر، سواء من الجوانب الشرعية أو الجانب الممارسة إلى آخره. إنما هناك أيضا جانب تاريخي. الجانب التاريخي في تقديري كمراقب وكمتابع على المستوى الداخلي وعلى المستوى أيضا الخارجي، لأن أنا كنت رئيس ولد مصر في حوار الحضارات والثقافات وغيره، وأيضا في الحوار الديني. إنما أنا بدي أقول حاجة، نحن نحتاج إلى نظرة ناقدة، لأن بعض الناس تختلط لديهم الأمور. نظرة ناقدة بمعنى أن هناك من يتصور، خصوصا ربما من محدود الثقافة، أن كلمة دولة إسلامية دي كلمة عامة وأنه لم يكن في الإبداع أبدع مما كان. لا، غير صحيح. هذا الكلام محتاج إلى نظرة ناقدة تاريخية. يعني آخر دولة وهي الدولة العثمانية غزت مصر سنة 1517، دولة إسلامية، دولة سنية. إنما درس التاريخ بيقول أن الدولة عندما تقوى تتمدد، فالدولة العثمانية تمددت على حساب مصر وخارج مصر. علاقة هذا بالدين نحط علامة استفهام أو نحلله. ثم هل كان النظام الذي طبع في هذا الكلام محددا أو مفيدا لما يسمى بالدولة، وهل يتناسب مع العصر، وهل يتناسب مع الزمان ومع التطور؟ سؤال. من وجهة نظرك أن التاريخ يجب أن تعاد كتابته من جديد، بدلا من أن نقول مثلا الفتح العثماني نقول الاحتلال العثماني للدول العربية. أخي العزيز، عايز أقول لك حاجة، مقابل الدولة العثمانية وما قبلها كانت هناك في أوروبا دول أيضا مسيحية. نعم. بنفس المواصفات، وكان يحكمها ملوك يقول لك ظل الله على الأرض. نعم. ويؤيدهم، وهذا الكلام موجود، وتؤيدهم الكنيسة. الكنيسة متواتر في التاريخ. إذن هي قضية تاريخ، ونفصل هنا بين أمرين. الأمر الأول، الدين كدين، أنت تنتمي إلى دين على عيني وراسي وأحترمه وأقدره وأفهمه، وأنت بشر تخطئ وتصيب، وهذا أمر آخر. اختلاط الأمرين والنظرة الناقدة هنا لم تتحدث، وأعتقد وقد أكون مجانبا للصواب، إنما هذا رأيي على كل حال، إنه موضوع دراسة التاريخ دراسة ناقدة ينبغي أن يكون واردا. هذه واحدة. الأمر الثاني، إنه مجرد استرجاع الماضي واكترار الماضي أمر لا أعتقد أنه يتفق حتى مع منطق الأمور ولا حتى مع منطق التجديد في الدين من الزاوية الدينية. الأمر الثالث،
أن من يتصورون على سبيل المثال أن تكرار ذلك هو جزء من الممارسة من الدين طبعا يخطئون. طبعا هذه طيب الثقافة أعمق. طيب من, من المؤكد أن وجهة نظرك صحيحة، ولكن إذا كان الموضوع متعلق بالدين فقط أو بالقناعات الدينية فقط، البعض يسقط هذا أو كل الذي يحدث الآن إسقاطات سياسية لجماعات تمام. معينة كانت ترغب في السيطرة على الأمور في الدول العربية وفي مصر تحديدا، وفيما يبدو أنها فشلت وأنها تحاول الرجوع مرة أخرى، ولكن من باب فرض الإرادة، أو أنها تعتبر أن لها مظالم، أنها لم تصل إلى الحكم كما كانت تريد، أو أن الشعب المصري قطاع فيه، أو الشعب العربي يريد دولة كما يقال إسلامية، وهو أمر غير صحيح، ولكن الأمر لا يخلو من الإسقاطات السياسية. طيب دعنا سيادة، يعني لو تسمح لي بس تعليق بسيط على هذا الكلام. أنا مش هختلف معك في هذا الكلام، إنما أنا بدي أعلق بأمرين معا. الأمر الأول هو قضية تكفير المجتمع، وعندك كلمة فتح الشام وقيل فتح مصر، لأننا جاهليون، وبالتالي هم جايين يفتحونا ويغزو يردون إلى صحيح الدين من وجهة نظرهم. الأمر الثاني أن قضية حتى الشريعة ومخالفتها، وأنا أقتبس ما استمعته قبل ما أجي هنا من كلام للفضيلة المفتي، أشار فيه إلى عدد من أبحاث اللي عملها وأثبت فيه العكس تماما مما حدث، وهو عالم وغيره علماء يستطيعون أن يدلوا بهذا. إذا بصينا للمحصلة في هذا الكلام نقول إن احنا بنفتقد في تقديري منهاجا مرسوما ومحددا ويخرج عن إطار العموميات إلى تخصيص أكثر، وأنه ينشر بصحبته ثقافة مناسبة. وإذا كان الأمر كذلك فكلما بكرنا كلما كان ذلك، لأنه لا يمكن أن نعيش في الماضي، لا يمكن أن نكتر أخطاء الماضي، لا يمكن أن مثلا تطلع بوكو حرام وتسبي النساء وتطلع البنات من المدارس وتدعي أن هذا لا علاقة بالدين، ده كلام فارغ طبعا، وغير ذلك كثير. إذن آن الأوان لأن تتكامل الخطة والصورة والإطار الذي يمكن أن يقف على قدميه بالنسبة للداخل. طبعا للداخل فيه هناك أبعاد أخرى، بعضها أبعاد. طيب نتوقف عند هذه النقطة للداخل ثم ننطلق إلى الخارج، ولكن اسمح لنا سيادة السفير واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذا التقرير حول هذا الحادث، نعود بعده لاستكمال التحليل والمناقشة. كونوا معنا. فلا مجال لاختصار المواجهة في مصر عمليات واحد دون آخر، وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر الإرهاب. أن نواجه جميع التنظيمات الإرهابية بشكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات. لم تكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه بالرياض لإدانة الإرهاب وكافة التنظيمات الإجرامية ومموليها، لم تكن إلا إدراكا حقيقيا للمخاطر والتهديدات التي يشكلها الإرهاب ليس لمصر فقط بل وللعالم أجمع. وها هو الإرهاب الأسود يطل من جديد مستهدفا مرة أخرى أصحاب القلوب البيضاء الذين يعيشون في سلام على أرض مصر. وتأتي العمليات الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المسلحة في إطار خطة ممنهجة لإيجاد حالة من الطائفية والتفرقة على أساس الدين بين أبناء الوطن الواحد داخل مصر. هجوم بالرصاص قاده مجهولون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، قاموا بإطلاق النار تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين المسيحيين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العضوة، مما أسفر عن مقتل 26 شخص وإصابة 25 آخرين. وفي أول رد فعل دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع مجلس أمني مصغر لبحث تداعيات حادث المنيا، كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين. وأدان شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الحادث الإرهابي قائلا إنه لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي،
ويستهدف ضرب الاستقرار في مصر، كما طالب المصريين أن يتحدوا جميعاً في مواجهة الإرهاب. ويشكل الحادث الإرهابي تطوراً خطيراً في الحرب التي تخوضها مصر على الإرهاب، والتي لا ينبغي أن تكون مجرد مواجهة بين أهل الشر والقوات المسلحة والشرطة، ولكن يجب أن يحتشد لها المصريون جميعاً للدفاع عن هوية الوطن وهيبة الدولة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بسيادة السفير نبيل بدر مساعد ومستشار وزير الخارجية الأسبق، ويعني نصحح لأن هذا التقرير قد تم مونتاجه قبل أن طبعا يعني الأحداث متوالية وهناك مصابون ينتقلون إلى رحمة الله. نذكر بأن حسب آخر تقرير لوزارة الصحة فإن عدد الشهداء في هذا الحادث وصل إلى 28 شهيدا، وعدد الجرحى هو 24 مصابا حتى الآن، نرجو الله أن يشفيهم وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين. سعادة السفير، كنا نتحدث عن أمور يجب أن يتم تحديدها في الداخل فيما يتعلق بالتحليل، بتحليل ما يحدث الآن، وقبل أن ننطلق إلى الجانب الإقليمي يعني أرجو استكمالها. هذا بالنسبة للداخل. الداخل بده أن القضايا توضع خارج العموميات بتفصيل مطلوب، بمعنى يعني نحن الآن مثلا يعني ما حدث الآن كيف ننتقل سيدي فيه من العموم إلى الخصوص؟ عظيم، أنا حضر مثالين بسرعة. نعم، الذين يتحدثون عن الدولة الإسلامية، هل يشرف أي واحد أنك تبقى عضو في دولة يرأسها داعش مثلا ولا أبو بكر مش عارف مين ولا؟ نعم. هل هذا يصلح؟ هل هذه رؤية؟ لا. هل غيره يمثل هذا الكلام؟ هذا النهج ينبغي أن هل تعتقد أن قطاعا في الدول العربية، قطاعا من شرائح المجتمعية في الدول العربية سيكون سعيدا بذلك؟ طبعا لا. ولا يعني ولا هل هناك شرائح معينة مؤيدة للدولة الدينية بعيدا عن داعش أو غيرها؟ ولا يشرف أحد، لأن هذا الأمر لا علاقة له لا بالدين ولا حتى بالقراءة السليمة للدين ولا بالقراءة السليمة للعصر إلى آخره. طب إلى أي مدى نحن لدينا قراءة سليمة بالدين من وجهة نظرك ومن واقع تحليلك وحضورك المؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع تحديدا في حوار الأديان؟ إلى أي مدى نحن كمسيحيين وكمسلمين في مصر يعني لدينا مفهوم صحيح عن جوهر الأديان؟ بالتأكيد لدينا مفهوم جيد، إنما أنا أتحدث عن فرع معين اللي إذا صح التعبير اللي بيسموه الإسلام السياسي. نعم. ده اللي أنا بأخصه أو يعني أقصده بالضبط. بمعنى آخر أن هناك طبعا علماء أفاضل وهناك اجتهادات مطلوبة إلى آخره، المنهاج هنا مطلوب ولا يجوز الترحيب على بعض ما تحمل بعض التوجهات والجماعات التي أعتقد أن الجميع عرفها بأنه مجرد العودة إلى الوراء هي الحل لكل شيء. هذا الكلام مش مظبوط، بالعكس ده انفصال عن الواقع وانفصال عن التطور إلى آخره، وهو يضر ولا ينفع. الأمر الثاني، من يتحدثون عن السياسة ويحاولون أن يمزجوا الأمرين، هنا بتختلط الأوراق بصورة ضارة. بمعنى آخر أن بيحصل إسقاط للأخطاء في الرؤى التي تتعلق بالدين وقد يجانبها الصواب وكثير ما هي خصوصا في هذا الجانب، وتسقط على الجانب الآخر وبالتالي تمتزج في معادلة ضارة نحن عانينا منها، اللي هي استخدام الدين لخدمة أوراق سياسية معينة. بالضبط كده، يعني مثلا لما تجيلي حزب سياسي ويسعى للوصول إلى السلطة في حدود أمور معينة مفهوم، إنما أن يأتي هذا الحزب ويرفع
أو يحاول أن يحقن المسار بمقويات تعتمد على شعارات دينية أو على أفكار يزعم أنها لا علاقة بما يسعى إليه، هنا يصيبنا الخطأ. وعلى سبيل المثال أرجع بقى المثل قريب، إنما أنا أتحدث عنه في حدود السياق. طب من وجهة نظري، لا ما أنا حاول، ما الذي أفرز يعني هذا الاتجاه؟ يعني كيف وصلنا من دولة في الثلاثينيات العشرينيات الثلاثينيات الأربعينيات الخمسينيات أوائل الستينيات، كيف وصلنا من دولة بها أحزاب مدنية متصارعة على الحكم، دولة تقريبا تقترب في نظام حكمها من إنجلترا الملكية الدستورية، كيف وصلنا إلى هذه النقطة التي لم نجد فيها أمامنا غير يعني نوعين متصارعين وليس هناك بينهم أي حزب مدني له وزن في الدولة المصرية؟ أستاذ أشرف، ده سؤال بالغ الأهمية اللي أنت قلته. نعم والله، الله يخليك، وهو جدير. لا أنا بتكلم بجد، ده جدير يعني يتسع له وقت، مش حلقة، ده بده كلام كثير أوي، إنما أنا هاخد علامات بارزة فيه. نحن يا سيد الفاضل توقفنا عن استمرار الممارسة، ألغيت الأحزاب سنة 52 واستمررنا في هذا الأمر للأسف. وكان هناك ضغوط على الدولة صورت، وده مش أنا بتكلم على تاريخ ليس بعيدا. نعم واخد بال حضرتك. الأمر الثاني، عندما أعيد التشكيل على زمن الرئيس السادات كان التشكيل شكلي إنما ليس عميقا، ولم تكن هناك مشاركة شعبية جادة وواسعة، إنما كان هناك في حقيقة الأمر طيار أو حزب رئيسي يساند رئيس الدولة والدولة. طيب اسمح لنا، أنا هكمل بس حاجة. طيب نتوقف فقط، أو عفوا، لأنه طلب مني أن يتم القطع، لأن الآن سننتقل إلى مطرانية مغاغة حيث تتم الآن صلاة الجنازة على شهداء الوطن الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي اليوم. نتابع معا مشاهد. أجاب يسوع وقال له من حق الخطأ، أقول لكم أن الابن لا يقدر أن يفعل شيئا من ذاته وحده، وحده إلا إذا رأى الأب فعله، وما يصنع الأب يصنعه الابن أيضا. الأب يحب الابن وكل شيء يصنعه يريه إياه، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لكي تتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الأب يقيم الموتى ويحييهم، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. لا الابن يدين كل أحد، بل لقد أعطى الحكم كله للابن لكي يكرم كل أحد الابن كما يكرمون الأب. من لا يكرم الابن فلا يكرم الأب الذي أرسله. حق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله الحياة الأبدية، ولا يأتي لدينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. حق الحق أقول لكم أنه ستأتي ساعة وهي الآن حين يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. وكما أن للآب الحياة في ذاته كذلك أعطى الابن
أن تكون له الحياة في ذاته وأعطاه سلطانا أن يحكم لأنه ابن الإنسان. لا تتعجب من هذا، إنه ستأتي ساعة حينما يسمع فيها كل من في القرآن. معكم مشاهدينا سنتابع هذه الصلاة لهؤلاء من هم شهداء الوطن الذين راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي. وينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء مرحبا بك، ويعني كيف نظرت، كيف تحلل ما حدث على الصعيد الأمني؟ تحياتي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك. تحية الإكبار والإعزاز لكل شهداء مصر، ودعاء إلى الله في هذه الأوقات المباركة أن يتعافى الجميع مما تعرضوا لهم من الشر. بالنسبة لي رؤية سريعة لي لمثل هذه المواقع، أجد أن هناك تخطيط شرير يستهدف النسيج الاجتماعي للوطن على ضوء ما نحن فيه الآن من إيجابيات متعددة يشهد لها الكافة. كمان مؤتمر المشاركة المصرية في المؤتمر العربي الإسلامي الأمريكي، وعقب زيارة بابا روما الناجحة، وعقب مؤشرات النجاحات الاقتصادية القادمة بإذن الله، وفي إطار هذه الأيام المباركة يتم إجراء عملية لا أستطيع أن أجد لها تبريرا منطقيا. وهذه العملية ذات دوية قوية جدا، هذا الدوية لا يستهدف فقط النيل من النسيج الاجتماعي المصري الآمن، ولكن يستهدف أيضا نوع من إحداث خلخلة للرأي العام المصري سواء كان الداخلي أو الدولي، وأيضا إحداث خلخلة تهدف إلى الإيحاء بأن هناك في رقابات ذات شأن غير موجودة فعلا على الساحة، وأيضا هناك نوع معين من أنواع العنف السريع، العنف الذي يستهدف أطفالا ويستهدف زوارا لأحد الأديرة. وأيضا في توقيت لا يمكن أن ينسى الجميع أنه مدخلا لأيام ذات طبيعة رمزية خاصة، وهذا يدعونا إلى أشياء جيدة جدا لابد أن ننظر إليها بعين الاعتبار. أولا أن ندع المسألة الأمنية لرجال الأمن. عفوا سيادة اللواء، ابقى معنا، نتابع الآن جنازة الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث. تجرى الآن مراسم الدفن، يعني أو مراسم الجنازات التي تعقد لهؤلاء شهداء الوطن بعد الصلاة عليهم في مطرانية مغاغة. نرى الآن النعوش تخرج من المطرانية متجهة إلى المثوى الأخير لهؤلاء الذين لم يكن ذنبهم إلا أنهم كانوا يتجهون لزيارة أحد الأديرة الإخوة في الوطن، الآن يتجهون إلى مثواهم الأخير بعد هذا الحادث الذي أدمى قلوب جميع المصريين صباح اليوم. ما نراه الآن هو هذه الصور الحية الواردة إلينا من قناة شمال الصعيد. سيادة اللواء عفوا المقاطعة، ولكن كما تعرف يعني توالي الأحداث يفرض نفسه على كل ما يتعلق بقناة مهمتها الأولى هي نقل الأخبار ونقل الحدث إلى الشعب المصري. سيادة اللواء، كنت تتحدث عن هؤلاء الإرهابيين الذين وجدوا أن هناك اتساقا ما يراد من خلالهم أن
يهدوه في المجتمع المصري. طيب كيف تربط بين البيان الذي صدر منذ أيام من السفارة الأمريكية والذي حدد تحديدا جماعة معينة ستقوم بعمل إرهابي وأطلق تحذيرا لكل الأمريكيين المتواجدين في مصر بالمغادرة لأن هناك عملا إرهابيا سيتم في مصر؟ هل تعتقد أن هناك ربطا ما بين هذا التحذير وبين ما حدث اليوم؟ تفضل. شوف سيدي بس اسمح لي أكمل الأول. أنا تفضل. كنت بقول إيه؟ أنا كنت بقول أن هناك نوعين من الإجراءات وجب وضعهم في الاعتبار. نعم. أول إجراء هو إجراء الأمن بالبحث والتحري وتقديم مرتكب الحادث إلى العدالة، وأنا أثق تماما في قدرات رجال الأمن وفي إمكانياتهم وفي تجهيزاتهم وفي نشاطهم الذي شهده الكافة خلال الفترة الماضية واعترف به العالم بكفاءة، ولكن لابد أن يأتي إلى جواف هذا نشاطا هاما محوريا تشارك فيه أجهزة الدولة بأكمل، وهو البدء الفعلي لتكثيف منابع العنف، بمعنى أن هناك منابع للعنف لابد أن نواجهها بأسلوب عقلاني ورشيد وأسلوب هادف إلى احترام الرأي واحترام الرأي الآخر واحترام العقائد الدينية وممارسة شعائرها بيسر، وأيضا حرمة الدم، وهذا لن يتأتى إلا من خلال حوار دائم تقوده بيت العيلة من أزهر والكنيسة ويشارك به الإعلام كقوة دافعة لنشر أي حقائق مطلوبة بحيث أن نصل إلى هدفنا وهو التكثيف التام لتلك المنابع. بالنسبة للباقي أو الجزء الاستفسار اللي حضرتك قلته من شوية، وهو عملية إعلان رسمي من بعض السفارات إلى رعاية دولهم بأن هناك نوع معين من الخطر قد يتعرضون له خلال تواجدهم، هي دي نوع معين من الإخطارات تقوم بها تلك السفارات من وقت لآخر بناء على بعض المعلومات أو التحديدات، وهذا شيء إجراء طبيعي وإجراء عادة ما يتم اتخاذه، ولكن لا يمكن أن نقول أن تلك السفارة تعلم أن هناك حدث يقع، لأننا كلنا عارفين أن هناك تعاونا وتبادلا المعلومات بين كل الدول من خلال قنوات الدبلوماسية ومن خلال الاتصالات بين الأجهزة المعنية طبقا للقواعد القانونية الخاصة بكل دولة. فأنا أرجو أن نركز اهتمامنا حاليا على التعاون الكلي للمصريين تجاه هذه الظاهرة التي أنا مش عارف، أنا لا يمكن أتخيلها، يعني ده حتى وإحنا قاعدين ده بكرة رمضان سبحان الله يعني، ولكن لابد أن نتكاتف جميعا لإيقاف أي نوع من أنواع الأنشطة الضارة المناهضة المنوئة التي تستهدف النيل من استقرار النسيج الاجتماعي المصري، وذلك لن يتأتى إلا ببدء كامل لعملية تكثيف منابع العنف في مصر، بالإضافة إلى أنني أدعو المصريون جميعا للتعاون مع رجال الأمن في مصر لإيقاع هذه العمليات من خلال توفير كافة المعلومات المطلوبة للأمن دون الاستهانة بأي قدر أو أي نوع من أنواع المعلومة. كل كلمة عندك هيستفيد منها رجل الأمن ابنك وابن مصر، ولا بد أن ندعمه في هذه الفترة. نعم وضحت الصورة سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا سيادة السفير. كنا نتحدث عن الإطار السياسي الذي دفع بهذه الجماعات إلى يعني الرغبة في الوصول إلى سدة الحكم، وكنا نتحدث تحديدا عن مصر الحديثة التي بدأت في أوائل القرن العشرين والتي الآن يعني الفترة منذ بداية القرن العشرين حتى بداية القرن الواحد والعشرين أكثر من 100 سنة حتى الآن تحاول مصر أن تكون شكلا لدولة
حديثة. كانت هناك نجاحات في البدايات، كانت هناك أحزاب سياسية مدنية تتنافس وتتصارع على الحكم، كانت هناك شخصيات كبيرة سياسية حتى يمكن أن نقول إن اسمها كان يتردد شعبيا أكثر من الملك نفسه في الإطار الشعبي المصري. ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة الآن؟ عدد قليل جدا أحزاب كرتونية، مجرد أحزاب كرتونية، هي مجرد صورة ولا حتى تسعى إلى الوصول إلى الحكم، ليس لها أي برامج. ما الذي أوصلنا إلى هذا الفراغ الذي فتح المجال لأحزاب دينية لها خلفية شعبية في الطمع للوصول إلى الحكم؟ تفضل. بالنسبة للأحزاب، أنا تحدثت على إيقاف الأحزاب 52 وبعدين الفترة بتاعت الرئيس السادات اللي بدأ، إنما لم يكن هذه بداية إيقاف الأحزاب من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. النظام كله وقف الأحزاب. ثم وصلنا، أنا بتكلم بسرعة، إلى الفترة بتاعت الرئيس الأسبق مبارك. طيب فترة إيقاف الأحزاب تحديدا، هل هي كانت مجرد إيقاف للحياة السياسية أم أنه صحبها نوع من التجريم والتخوين يعني والتشكيك في كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية؟ هل كانت مجرد إيقاف للأحزاب أو الحياة السياسية أم أنها مجرد تجريم لكل من يريد الوصول إلى السلطة فيما عدا من هو في السلطة؟ كان فيه هذا التجريم، ثم حاولوا أن يشغلوا هذا الفراغ بهيئات معينة. كان في البداية في حاجة اسمها هيئة التحرير، وبعد هيئة التحرير كان في الاتحاد القومي، وبعدين بعد الاتحاد القومي كان الاتحاد الاشتراكي. إنما كانت كلها في الواقع محاولة تسعى إلى ملء هذا الفراغ بطريقة ما لم تكن فاعلة، بطريقة قشرية. أيوة. يعني حتى يوحى إلى أيوة. مثلا الشعب أن هناك مؤسسات أيوة. سياسية متواجدة وتسعى للوصول إلى الحكم، أما أنها كانت تخدم على السلطة يعني الموضوع. كانت تخدم على السلطة. كان لا ننسى هنا أن شخصية عبد الناصر كانت شخصية يعني نادرة، كانت لها كاريزما ولها جاذبية معينة، وكانت ليس على الصعيد المحلي، على الصعيد الإقليمي. على الصعيد المحلي على الصعيد الإقليمي أيضا. وكان أيضا الحجة التي تقال ويتم ترديدها على طول أن مصر معرضة لأخطار معينة وأن هناك مؤامرات، وجزء من هذا صحيح لا ننكره، وأنه بالتالي كان هناك هذا النوع من التجميد إذا صح التعبير. صاحبه أيضا أنه عندما في هذه الفترة حاول الإخوان أن يتململوا بطريقة ما سنة 54، ثم في الستينيات الفترة التي ظهر فيها سيد قطب، قمعت هذه المحاولات وكانت الدولة تمضي في مسارها بعيدا عن هذه المؤثرات. في الفترة اللاحقة حاول الرئيس سادات أن يفتح المجال بطريقة ما، كان طبعا فيها تحفظات وفيها أيضا يعني هو أخرجهم من السجون وأخرجهم يقال أنه اعتقادا بأنهم كانوا يستطيعوا أن يملأوا، أو هكذا قيل لهم، يملأوا فراغا كان يملأه قوة معارضة من داخل الاتحاد الاشتراكي أو طيارات يسارية إلى آخره. طيب في عصر السادات تحديدا هم أخرجوا أيوة. بهدف ملء فراغ سياسي أم أنهم أخرجوا لمقاومة تيارات سياسية أخرى مدنية كانت تحاول بناء نفسها والعودة إلى السيطرة على الحكم، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية لم تكن بالشكل الجيد على المستوى الداخلي في مصر؟ الأمرين معا. الأمرين معا. وبعدين أي نهضة كما نفهم، ودي نعود للجزء اللي بدأنا به، أي نهضة تبدأ بنهضة فكرية، يعني معنى آخر إذا كنت بتتكلم النهاردة على من يدعون أن هذا تفسير ديني وهذا تأويل سياسي الكذا، ينبغي أن يكون هناك فكر إصلاحي تجديدي، هذا الكلام لم يحدث. كنا بنجد فكر إصلاحي تجديدي بمعنى التجديد في كل ما يتعلق بالمجتمع، إنما أن يرتكز الأمر على مجرد
الترديد الكلاسيكي والتقليدي ومظاهر التدين التقليدية، الجلباب ومش عارف ايه وما يصاحب هذا، يعني ليس هذا هو المقصود. بطبيعة الحال بعد ذلك بقى ربما الدولة تركت الإخوان في وضع متناقض جدا، يعني تقرأ في وسائل الإعلام الجماعة المحظورة، وفي نفس الوقت الجماعة المحظورة دي يترك لها أن تملأ هذا الفراغ وأن تتغلغل فيه بطريقة ما عن طريق النقابات إلى آخره، وأن تسعى كما ظهر جليا بعد طب ذلك. طب ما الهدف أن تخطئ دولة بقيادة مثلا في عصر رئيس السادات الذي كان يعني جلي للعالم أنه رئيس فز على المستوى الخارجي، كيف يخطئ على المستوى الداخلي باستبدال الحياة المدنية رغم أنه أطلقها وأطلق قيام الأحزاب مرة أخرى، ولكنه أعاد هؤلاء مرة أخرى إلى المنافسة بطريقة ما مع هذه الأحزاب؟ هل كان الغرض هو أيضا كبح جماح أي نوع من أنواع الأحزاب السياسية القوية للسعي إلى سدة الحكم ليظل الشعب المصري دائما يقارن بين السيء والأسوأ؟ ربما هو تصور، ربما هو تصور وتقدير شخصي أنه بهذه الانطلاقة يحقق أمرين. الأمر الأول أنه يتصرف على نحو مخالف لما كان، بمعنى أنه مقابل التضييق فهو يأتي الانفتاح بصفة عامة بما في ذلك على هذه الجماعات. اثنين، أن هذه الجماعات تسائر الوضع وأن هم ناس يمكن أن يتعايشوا بصورة ما، وفي نفس الوقت يكون لهم تأثيرهم في كبح جماح طيارات متطرفة أطلق لها العنان في الفترة السابقة، وأقصد بذلك ربما اليسار تحديدا وبعض العناصر التي كانت تعارض. لماذا نتحدث عن يسار متطرف رغم أنه ليس في تاريخ اليسار المصري؟ ولنوضح للمشاهدين، اليسار تحديدا في كل دول العالم هو الطبقة السياسية الأقرب إلى الطبقة العاملة والأحرص على مصالحها، رغم أن اليسار في مصر لم يقم بأي نوع من أنواع العنف. اليسار الذي أقصده يسار بمعنى عين. المعنى الأول الذي تفضلت فيه اللي هو يمثل عمقا اقتصاديا. الأمر الثاني بمعناه أنه يسار معارض، لأن كان هناك، وهذه كانت جريمة فيما يعني طبعا كان غير مطلوبا أن هم يتجاوزوا حدود معينة. وعندما جاء الرئيس السادات إلى الحكم، لعلنا نتذكر أيضا أنه كانت هناك ما سمي بالمؤامرة وأحداث مايو التي كانت موجزها أنه كانت هناك مؤامرة قامت من داخل الاتحاد الاشتراكي ضد رئيس الدولة، وكانت بالتأكيد عناصرها تمثل اليسار بالمعنى المعارض بعامة بما في ذلك اليسار بالمعنى الاقتصادي. كنا نتمنى أن نتوغل أكثر، يعني لقد تركت أنت بنا يعني لب بعض الحقائق التاريخية التي يجب أن نعود إليها ويجب أن نحللها ويجب أن نستفيد من أخطائنا حتى نعرف لماذا وصلنا إلى هذه النقطة، قد نصل من خلالها إلى حل ما يتوازى مع الحل الأمني يمكن أن تخرج به مصر من هذه الدائرة التي يبدو أنها مستمرة حتى الآن بدليل هذا الحادث والتي نتمنى أن تنتهي. طبعا الحادث زائد البعد الخارجي ما ننساش. نعم، يعني هذا كان هذا يحتاج حلقة كاملة، ولكن تداركنا الوقت ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر سيادة السفير نبيل محمد بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، كل التعازي لمصر ولشعبها بكل أطيافه على ما حدث اليوم، والذي نتمنى أن تخرج مصر من دائرته سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيد الإقليمي. شكرا جزيلا لكم، وكونوا دائما مع قناة النيل للأخبار. إلى اللقاء.